بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم الأحد 15 من سبتمبر 2019، حيث ننطلق اليوم مع أشواط الكبار وتألق هذه الشعارات الخاصة بهجن أبناء القبائل مع الحيل ومع الزمول. مسافة الأشواط طبعا 5 كيلومترات في بداية هذا الموسم الموفق إن شاء الله، موسم 2019. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا مع هذه المجموعة الكبيرة التي تنطلق وتندفع من شعارات أبناء القبائل هنا في درة ميادين الخليج، ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. ننطلق مع هذه الزمول، نندفع مع هذه الأسماء العملاقة، صاحبات الإنجاز والتاريخ المشرف، صاحبات الرموز أيضا، وما حققت هذه الأسماء مع مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات أهل هذه الأسماء لبقائها في هذا العالم الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة إلى سن الزمول. ننطلق مع المركز الأول مع هذا المسار بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول لنتعرف على المراكز الخمسة المندفعة المصرح لنا بإعلانها. بداية مع من؟ مع من؟ مع مقفي اللي قفى بالشوط. مقفي على المركز الأول، تعود ملكيته للسيد ناصر بن فرج بن صالح المري على المركز الأول وعلى الصدارة، يليه بالمركز الثاني معالج عالج يا معالج عالج عالج الموقف في هذا المسار. ابحث عن تحقيق الناموس مع هذا الشعار، شعار إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث يتواجد فيه وينطلق مشكور سعد بن محمد بن سعد آل نابت المري على المركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد فيه الراهي لمحمد بن دلهم بن ناصر الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس، الرقم واحد على ظهر شاهين سعد بن مبارك بن ضعيف آل نابت المري، هذا هو الشعار على ظهر شاهين، شعار بن نابت. هذه المجموعة والمراكز الخمسة الاولى التي اندفع في أول الأشواط الصباحية، أول أشواط الزمول، أول الأشواط في صبيحة هذا اليوم مع إشراقة شمس صباح يوم الأحد. يا سلام، الناموس في الشوط الأول غير 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 غير، طعمه غير ونكهته غير يا أخواني. ملاك الهجن دائما يحرصون على تحقيق وانتزاع هذا الشوط تحديدا لما له من مكانة في قلوب ملاك الهجن وعشاق الأصالة في كل مكان. يهتم كل أو تهتم هذه الشعارات بخوض الأشواط الرئيسية بحثا عن تحقيق الناموس. ليس البحث أن يسجل أيضا رقم في هذا الشوط، لكن الهدف الوحيد لهذه الشعارات هو انتزاع المركز الأول في الشوط الأول. غير وصباح غير وناموس غير. الله يوفق الجميع إن شاء الله، الله يوفق الجميع. نعود إلى المركز الأول، إلى من يحتل المركز الأول. مقفي ناصر بن فرج بن صالح المري على المركز الأول. نقلة أخرى إلى المركز الثاني اللي اقترب في هذا الموقف، معالج على المركز الثاني، إبراهيم بن زيد بن راشد آل بحيح المري على المركز الثاني. نقلة أخرى إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث يتواجد فيه مشكور للسيد سعد بن محمد بن سعد آل نابت المري. والمركز الرابع الدولي في أول إعلان الدولي، سعد بن حمد بن محمد القحطاني على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد فيه وينطلق صاحب المركز الخامس، المركز الخامس هناك راهي شعار بن دلهم، محمد بن دلهم بن ناصر الهاجري. شوف المركز السادس والسابع والثامن. يوه يا هذه الأسماء، يا هذه الأسماء، يا هذه الشعارات، يا لها من أسماء، يا له من تاريخ في هذا الشوط. أسماء عملاقة، عملاقة وكبيرة حاضرة في هذا الصباح.
في أشواط الكبار. ستتابعون إن شاء الله أسماء سجلت حروفها من ذهب، حققت رموز، حققت أشواط رئيسية في هذا اليوم، في هذا اليوم في أشواط المرحلة الأولى من هذا الصباح مع هجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق للجميع. نعود إلى أين؟ إلى الرقم 4، إلى المركز الأول. المركز الأول في صدارة الشوط يقود الأسماء. هذا هو، هذا هو الموقف الخطير، هذا هو الموقف الخطير يا ناصر يا بن فرج يا المري، الموقف الخطير. الله، ونحن عند لوحة كيلو ونصف الكيلو على الخط النهاية. هذا خطير اللي بالمركز الثاني، خطير، خطير الدولي، خطير الدولي. يا سلام على المركز الثاني، شوف المركز الثالث، شوف المركز الثالث. أول إعلان لوقاد، وقاد مرحبا بوقادي وبشعاره علي بن جابر، حمد بن جابر العاض المري. والمركز الرابع، المركز الرابع مطفوق على المركز الرابع، شعار بن جهويل الشعار الخطير على المركز الرابع، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الخامس، من المركز الخامس؟ رقم 18 الناوي، حمد بن زهير بن عبد الهادي الحفار المري. والمركز الخامس اللي غير، اللي غير، اللي غير شعار بن ذروة. الله، هو حرب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري، خطير ايضا، خطير. لكن المركز الاول، المركز الاول، خلونا عند المقدمة، خلونا عند الكادر العلوي، خلى على الكادر العلوي على شاشة الريان. مباشرة، مباشرة هذا السباق ينقل عبر شاشات الريان. اللي غير من؟ اللي غير، اللي غير العاض، 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 العاض. قلت لكم خطير هذا البعير، خطير هذا البعير. الله، وقاد، وقاد، وقاد على المركز الاول، علي بن حمد بن جابر العاض المري مع هذا الشعار الفسفوري باللون العنابي بالنجوم الفسفورية. هذا هو بالمركز الاول. لكن عود، عاد اللي بالمركز الثاني مقفي، والله قفى بالناموس يا راعي، مقفي، قفى العاض بالناموس، فاز مع هذا الشوط. نقول للعاض جود مورنينج، صباحك خير، صباحك ناموس يا العاض، على فوز وانتزاعي وتحقيق وقاد. الشوط الرئيسي الاول بكل ثقة، هذا هو الشعار العاض، صباح الناموس لهذا الشعار ومالكي وعشاقي، ينتزع ويحقق ناموس. الشوط الرئيسي الأول للزمول. المركز الثاني مقفي ناصر بن فرج بن صالح المري. المركز الثالث الدولي سعد بن حمد بن محمد بن حمد القحطاني. رابعا وصل شعار بن ذروة على المركز الرابع بوصول وتحقيق حرب صاحب المركز الرابع محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. المركز الخامس، المركز الخامس وصل فيه مطفوق لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد. هذه النتيجة، وهذا هو شوطنا الرئيسي الأول الخاص بالزمول، يحققه وينتزعه شعار العاض، صباح الناموس لهذا الشعار ومالكه وعشاقه على انتزاع وتحقيق وقاد ناموس الشوط الرئيسي الأول، فائزا ومعلنا حضوره في أول الأشواط الرئيسية الخاصة بالزمول. تهانينا والناموس لمالك وقاد. التوقيت اللي سجل من مسافة 5 كيلومترات مع وقاد في أول الأشواط الصباحية الخاصة بالزمول. تهانينا يا العاض على هذا الفوز المستحق وانتزاع وقاد ناموس الشوط الأول. التوقيت الزمني التوقيت الزمني اللي سجل مع وقاد في أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم. هذا هو وقاد لحظة وصوله إلى خط النهاية بشعار علي بن حمد بن جابر العاض المري. 7 دقائق بطبيعة الحال، و
56 ثانية و 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مقفي لناصر بن فرج بن صالح المري. التوقيت الزمني 7:57.89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل الدولي لسعد بن حمد بن محمد بن حمد القحطاني، فاز بالمركز الثالث في هذا الصباح. تهانينا والناموس. التوقيت اللي سجل مع صاحب المركز الثالث 55 جزء من الثانية، 3:08. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.